آخر شغلة عم جرب شوف شو كريستين جو تو ذا ساوث اند مسلم جو تو ذا نورث اند ذن ايتش ون مشاريع التقسيم. يعني انا قصه انه الاسلام والمسيحيه وكذا. طيب اخر شغله ومنخلص اليوم هي قصه الاسلام والمسيحيه والطوائف. طيب سؤال، انا ما بحب يعني بجرب بالمحاججه يعني امشي بمنطق الطرف الاخر تشوف اذا هذا بيوقف على اجرين المنطق ولا لا. اذا بيوقف على اجرين فينا نختلف فينا ما نختلف. طيب هيدا المنطق انه هو قوة طائفية وعم يجربوا كل واحد يعني مصلحة طائفته. طيب خلينا بدي افكر بالمنطق الطائفي، انا بالمنطق الطائفي نمشي فيهم بالدور يعني خليني احكي على المسيحية وهي ذاتها بتنطبق على الكل. انا قصة المسيحية انه هيدا زعيم جاي يعمل مصلحة المسيحية. اوكي سؤال، هذا بيعمل مصلحة المسيحية، كيف عم يعمل مصلحة المسيحية؟ كل كون المسيحية عنده نفس العادية انه المسيحية بدهم حصتهم بالدولة. مين اشطر من التاني بانه يأمن حصة المسيحية بالدولة؟ السنة عنده نص صلاحيات رئيس الحكومة والطائف والصلاحيات اللي اخدوها. الشيعة عندهم الامتيازات اللي عم يستحصلوا عليها على الدولة وبرات، ولكن الدولة كمان عندهم مطالب فيها. واخرها كانت التوقيع الثالث لان رئيس الجمهورية مسيحي عنده توقيع على المراسيم والقوانين، رئيس الحكومة سني عنده توقيع على المراسيم والقوانين. هلا بدنا الشيعة. طيب سؤالي انا، الثلاثة المسيحية مثلا مفروض من سنة 2005 لليوم ميشيل عون رئيس جمهورية حصتهم النيابية اللي إنه المسيحية مين عم ينتخبوا نوابهم، صاروا عم ينتخبوا أغلب النواب اللي بالكوتا المسيحية، حجم تمثيلهم بالوزارات كل هول الأحزاب الطائفية المسيحية عم تتمثل مش حالهم. السنة على فترة أوسع، على في ناس هلأ آخر 3-4 سنين عم بتنق إنه تراجع دورهم وكذا، عم إنه مش بوضع صلاحيات رئيس الحكومة. لا أدي سعد الحريري هني وياه يصطفلوا، أنا عم أحكي الموقع الطائفي بعضهم حصن بعضه أقوى المراكز الدستورية هي رئاسة الحكومة بين الرئاسات الثلاثة وغيرها. وإذا منراجع من سنة 90 لليوم وضع السنة بالنظام أكيد أحسن مما قبل الطائف بكتير. هذا عم نحكي بمنطقهم، منطق الطائفة، تنشوف إذا بيقوم مع عشرين ولا لا. طيب وضع الشيعة، وضع الشيعة بالنظام أكيد لا يقاس. أصلا النظام ما قبل الطائف ما كان نظام السياسي بشكل عام ما كان معتبر الشيعة طائفة سياسيا موجودة بحجم ووزن يعني موازي حتى للسنة وأيضا للمسيحية. هلأ صاروا فعليا وضعا كطائفة الحمد لله يا محليها. طيب إذا من بعد لكان عن هالكم شهر بالمسار العام الطوائف الثلاثة الكبار بالبلد عم بيتوسعوا والحمد لله. طيب هيك نطلع بالمسيحية الشعب. هلأ نسيلي قصة صلاحيات وكم وزير أخدته وكذا، الشعب المواطن شو وضعهم الأرثوذكس وكذا، السنة البيرتي الصيدوية الطرابلسية، الشيعة من الجنوب للبقاع للضاحية وغيره، كيف أحوالهم؟ ماشي حالهم؟ هل توسع صلاحيات وأدوار السياسية للأفرقاء اللي هن بيعتبروها جاي تضبط وضع الشيعة والسنة والمسيحية بالبلد، هل تطورهم بالسلطة وتوسعهم فيها انعكس على وضعهم؟ إذا لا وأنا برأيي أكيد لا، لكن شو الخديعة اللي عايشينها نحن؟ إذا إيه أنا بختلف معه بالسياسة، لكن صرت إذا معتبر وضعه تحسن وضعه الاجتماعي صار تمام يخلي مطرح ما هو، لكن بيمثله فريقه السياسي. إذا شايفه إنه ما تحسن لكن هالطائفية شو عم تخدم؟ هاي الحديث الطائفي شو عم يخدم؟ عم بيستخدم من قبل القوى السياسية لتوسيع حصتها بالنظام والتلزيمات والتنفيعات اللي بتخدم من خلال هالنظام بحجة الطائفة، لأنه الناس العادي مش ماشي حالها بعتقد يعني. بس هني اللي كان يطلع له تلزيمة واحدة صار يطلع له عشرة، اللي كان يطلع له مدير عام واحد صار يطلع له عشرة، اللي كان عنده ما كان عندهم أجهزة أمنية هلا الأجهزة الأمنية كل طائفة عندها جهاز أمني وبتنحكى على التلفزيون، فرع المعلومات لفلان، الأمن العام لفلان، أمن الدولة لفلان، القضاة. طيب
في كم شخص وكم عائلة سياسية وكم ماك عشيرة يعني احتلوا الدولة بحجة الطوائف وبيعونا إياها قلنا إنه هاي كرمال الطوائف من المسيحية. وين إني المسيحية؟ وين إني السنة؟ وين إني الشيعة؟ ماشي حالهم؟ إذا ماشي حالهم خليهم بهذا المنطق بيكون ما في كذب بيكون صحيح، إذا لا بعتقد لازم ننبش على جواب تاني، لأن هذه كذبة الطائفية هي كذبة تستخدم لتحصين نفسي داخل السلطة بحجة الناس، وين أنا كيف عايش كزعيم وين الناس وكيف عايشة. وللأسف في ناس من هول اللي تحت مستعدين يموتوا كل يوم كرمال لهول اللي فوق يبقوا فوق.